الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة اليد الطولى عسكرياً وسياسياً اقتصادياً وتكنولوجياً، الدولة التي تعدى عمرها أكثر من 200 عام والتي تم اكتشافها صدفة من قبل المستكشف كريستوفر كولومبوس عام 1492. هل تخيلت يوماً أن يكون مؤسسها بريطانياً؟ هذه هي الحقيقة المنسية التي سنرويها لكم. يحتفل الأمريكيون يوم الاثنين 9 أغسطس من كل عام بيوم الرئيس، تقديراً للرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية الأب المؤسس جورج واشنطن. فماذا نعرف عنه؟ تقول دائرة المعارف البريطانية إن جورج واشنطن ولد في 22 من فبراير عام 1732 لعائلة من المزارعين الأثرياء في مقاطعة ويست مارلاند بمستعمرة فيرجينيا الأمريكية التي كانت في ذلك الوقت تحت الحكم البريطاني، وتوفي في 14 ديسمبر 1799 في ماونت فيرنون بفيرجينيا أيضاً، وكان قائد جيوش المستعمرات في الثورة الأمريكية، وبعد ذلك أصبح أول رئيس للولايات المتحدة من 1789 إلى 1797. لكن الرحلة من إنجلترا إلى أمريكا كان وراءها الجد جون واشنطن، فبسبب الثورة البيوريتانية في إنجلترا تراجعت حظوظ الأسرة ليهاجر عام 1657 إلى مستعمرة فيرجينيا. وعلى الرغم من أن والد جورج واشنطن كان رجلاً نشيطاً وطموحاً ويعرف عنه الكثير، فإن طفولة ابنه التي قضى معظمها في مزرعة فيري على نهر رابهانوك لا يعرف سوى القليل عنها، ومع ذلك لا تذكر كتب التاريخ شيئاً عن طفولته إلا مع بداية سن 16 عاماً عندما عمل كمساح للأراضي لمقاطعة كول بيبر بمستعمرة فيرجينيا. في السنوات الأولى من النصف الثاني من القرن 18 تصاعد التوتر بين المستعمرات البريطانية والفرنسية فيما عرف في أوروبا باسم حرب السنوات السبع. في ظل تلك الأجواء انضم واشنطن إلى ميليشيات المستعمرات البريطانية عام 1752، فذاع صيته واشتهر بشجاعته حتى حصل على رتبة كولونيل في الجيش البريطاني. مع دخول عام 1759 دخل معها أيضاً واشنطن للمجلس التشريعي لمستعمرة فيرجينيا، حيث عرض باستمرار ما اعتبره ضرائب بريطانية غير عادلة على المستعمرة. وبحلول عام 1774 أصبح واشنطن من الشخصيات الرائدة في دعم قضية المستعمرات. بدأت الثورة الأمريكية ضد البريطانيين، وفي عام 1775 قام الكونغرس بترقية واشنطن لرتبة الجنرال وتعيينه قائداً لجميع قوات المستعمرات التي أعلنت الحرب ضد بريطانيا. وبين الهزيمة مرة والانتصار مرة أخرى على أبناء بلاده، استسلم الجيش البريطاني عام 1781، وبدأت محادثات السلام في باريس التي وقع فيها المفاوضون البريطانيون والأمريكيون في باريس اتفاقية سلام. وبعدها بعام آخر اعترفت بريطانيا رسمياً باستقلال الولايات المتحدة، ليستقيل بعدها جورج واشنطن من الجيش ويتم انتخابه عام 1789 بالإجماع كأول رئيس للولايات المتحدة. وفي سبتمبر عام 1791 تقرر إطلاق اسم واشنطن على العاصمة الجديدة التي قرر الكونغرس إقامتها للولايات المتحدة تكريماً لجورج واشنطن أول رئيس للدولة الوليدة.